لما بتفتح البي سي ام بعد ما تختبره ممكن تكتب هنا اي حاجة اي اس، لما تجيلك دي بتكتب اي حاجة اي اس. هنا البروجكت نيم، البروجكت نيم اللي هو انت عايز تسمي الاختبار اللي انت هتختبره ايه او المشروع ده بتاع ايه يعني. فانا هسميه مثلا الرف 615. انا ما عملتش حاجة اكتر من ان انا اتكيت ستارت، اتكيت على البرنامج. البرنامج ده بيبقى على سطح المكتب، هتتك عليه هيتفتح كليكتين هيتفتح. لما بيتفتح برنامج هقول لك، لما بيتفتح بيظهر على انهي شاشة؟ على الشاشة دي بيظهر لك كده. اول لو انت صبته جديد او اول ما بيتفتح بعمل انا اوب شيفت ايه؟ بعمل انا اوب شيفت. هتعمل ايه بقى انت؟ هو خرج بره ليه؟ فلما انت بتفتح البتاع لما بتفتح البي سي ام ايا كان الفيرجن اللي انت فاتحه بيفتح لك تقريبا في شاشات كتير زي الاوبجكت تايب زي الاوت بوت حاجات زي كده بيظهر لك كده. اول ما تسطر البي سي ام وتفتح بيتفتح قدامك زي كده. فانا بعمل مشروع جديد او بعمل فايل جديد خالص من البدايه واروح جاي اعمل نيو من هنا كرييت نيو بروجكت. هيقول لي اقفل القديم، اقول له اقفل. طب قول لي اسمه ايه الجديد؟ بقول له اي حاجه، ريف 615 اي حاجه، بقول له كرييت. طبعا انا مكريت واحد اصلا فمش عامل ده. هو قفل لي الاولاني وافتحه من هنا اوبن. تمام؟ انا كنت مسميه ريف اهو. بعمل اوبن اوبجكت. هيفتح لي الملف زي ما احنا شايفينه كده. فباجي على البتاع ده كده واروح جاي اعمل نيو على الايقونه دي واروح اعمل اختار سبستيشن. السبستيشن دي انا عارف ان هي مثلا بعمل F2 عشان يكتب، بعمل رينيم يعني، بكتب اسم المحطة. أنا عندي اللغة فيها مشكلة مش عارف. خلاص. بعدين كليك يمين على السبستيشن واعمل فولتج ليفل. طبعا الفولتج ليفل اللي انا شغال عليه ده الرف ده شغال على اي فولتج؟ على 33 مثلا. خلاص. او على 13. دي على 13 او 3 او اي فولتج على حسب ما هو عايز. او على حسب استخدامه، ممكن سيرم كروت شيك، ممكن اي حاجه اندر فولتج كده يعني. طيب هو البي بتاعي اسمه ايه؟ اسمه دبليو 425 25. طيب خلاص كده خلاص هنبتدي بقى ايه. يقول لك لما تيجي تعمل نيو المره دي يعني كل نيو بتديك خيار واحد اللي هو سب ستيشن بي مش عارف ايه. المره دي لما تيجي تدي نيو هيديك حاجات مختلفه بقى. الخيار ده يعني لما يكونش انت عندك درايفر هتلاقيه هو الوحيد اللي موجود. بتتعرف على البي سي ام والكلام ده. فيدر هو اصلا بيسمي الرف ده فيدر اصلا بتاع الفيدر، فعشان كده تلاقيه في الفيدر اي اي دي. اي اي دي يعني ايه؟ الريليز اللي هي الاي بي بي. اي اي دي اللي هو ريليز بتاع الاي بي بي. هنا ترانسميشن اي دي لما تعوز الريك او الريد او الريت. لو انت عايز تسطب الريليهات الثانيه بتسطب ايقونه بتاعه الريلي، او لو انت عملت كل ال اسمها ايه الدرايفر الموجوده لكل الريليز موجوده في باكج كده تقدر تعملها كونتاكتيفيتي باكج اسمها كده، تقدر تسطبها كلها عشان يكلف كل انواع الريلي. انا مش محتاج حاجه غير الريف دلوقتي. الشغل كله سهل، هي الحته دي فيها تركه بسيطه بتاع الاونلاين، لان هاجي اتواصل دلوقتي مش هيتواصل معايا. تعمل اي بي؟ عايز الاي بي ادرس. فرونت؟ ايوه من فرونت صح. عايز هنا اعمل سكان، بس انا عملت نكست سكان. هيدور مش هيلاقي. ليه؟ لان الاي بي ادرس بتاعه مش متماسك. فما عبال هو يدور ويقول لي لا انا مش لاقي اغير الاي بي ادرس. تفتح هنا لوكال كوميشن ديت، لو انت موصل دي هتظهر لك دي زي ماشي روبرتس فيرجن 4 روبرتس. طيب بلاقي الاي بي ادرس المكتوب دوت في اي بي ادرس. انا في الريف ريلي الوحيد اللي كل الريهات بعملها كده 7 10 1 154 الا
كل الريلات اي بي بي بيبقى في 10 1 52 4 52 52 52 0 4 دي ممكن تخليها ازيد من 4 مفيش مشكله ما تخليهاش 3 لان الريلي هو 3 فلازم يكون مختلف عنه ولازم كانت الارقام دول يكون زي الثلاث ارقام في الفريق فخلي دي 5 6 7 كويس وبعدين اوكي خلاص لكن الريف ما بيجيش ما بيجيش في الريلات الثانيه لكن مع الريف لازم تعمل اوتوماتيك حتى احنا لو جينا بتهيألي كده يبقى خلص اهو مش لاقي تمام فانا هاجي اروح اخلي ده هاته اوتوماتيك ما بيلقطش في الحاجات التانيه الريد والكلام ده ما بيجيبش منه اوتوماتيك يعني مع الرف بس محتاج انه يتعمل اوتوماتيك مع الرف بقيت ريليز لازم تحط 10 1 150 4 لو نسيتها موجوده او لو سالت اي حد هيقول لك عليها نرجع تاني المرة دي هي المفروض انه يشبك بسرعة يعني اختيار اوفلاين في الاول ده ليه؟ عشان انت عايز تبص على ريليه وما عندكش ريليه عايز تبص عليه اشتغل بس كده سوفت بس خلاص هو الراجل خلص ارى ال الاي دي ريلي اللي هو الرف اداك الديتيلز بتاعته هو ده بعد كده انت اول اي ريلي بتعمل له كومينيكيت تضغط كليك يمين عليه ولازم تعمل ريد فين دور على كلمه ريد ريد فروم اي اي دي الريلي ده اسمه اي اي دي اي ريلي اي بي بي اسمه اي اي دي انا لازم اقرا من الريلي الاول لو بعت يبقى انا كده ايه بعت دي حاجه بعت زيرو كونفيجريشن لان انا لسه بس اتعرفت عليه بس يعني دول مش معناها ان انا عندي ريلي دول معناها ان انا اتعرفت عليه بس بعمل كليك يمين على الريلي واعمل ريد اشوف ايه اللي جوه الريلي يعني في مره انا بعت عليه بعد ما اتعرفت عليه بس رحت بقى فبقى عنده زيرو بعمل ايه رحت بقى اضطريت ازور على واحد اخد من الريلي تاني واحط عليه وايه بي بي ريليهات يعني مش سهل ان انت تخاطر انك تبعت عليها حاجه غلط او كده يعني تكون دقيق وانت بتتعامل معاه طيب خلاص كده الريلي عمل سكسس ان هو قرا خلاص الجزئيه دي من هنا بقى الشاشه الصغيره اللي هي دي الشاشه اللي انا شفتها دي لو اتاكدت عليها تاني هترجع تاني ايه الشاشه دي؟ الشاشه دي فيها زرار بلاي زي اكنك بتشغل ميديا عندك لو دوست عليها دلوقتي وهو متعلم علامه صح على ريد يبقى هيعمل ريد هيقرا تاني لو عايز رايت اضغط هنا واقرا وبرده اتك عليها تاني من هنا رايت خلاص طيب الشاشه اللي كل شويه تطلع دي ممكن ايه ممكن تفصلها خلاص لو عايز مش عايزها لو عايزها بتجيبها من فيو طيب لو انت قريت تاني من غير ما لو عملت ريد تاني كده كليك يمين وريد من غير ما تتك على هنا هيجيب لك كولوم تاني زي ده بالظبط تحتيه شد دي تحت كده هتلاقي في كولوم تاني هنعملها واحنا بنبعت اعملها كريد ورايت يعني او اسيب لك المكملين بتوعهم تمام فانا الافضل لي ان انا اخلي واحده بس واقعد انقل من هنا وانقل من هنا واعمل بلاي يعني يا تبعت يا ما تبعتش خلاص واكتب لك ستارت شو طيب عايز اجيب السيتنج بضغط كليك يمين على الريلي هنا كده لغايه ما تجيلي الخيارات الكتير دي واعمل ايه بارامتر سيتنج اشوف السيتنج بتاع الريلي ده المفروض تبقى خليها زي الفاينل سيتنج اللي هم بعتها لي المفروض فهي هو يديك فاينل سيتنج تبص فيه وتخليه زي الفاينل سيتنج لو في حاجه غلط طب بناء على ايه بتحكم ان هي غلط الخبره ده انا عارف ان الفيدر هنا مثلا ابص على اول ما افتح في ملفين رئيسيين اللي هو ده وده هنا بيبقى فيها الحاجه اللي انا ببص عليها المهمه الهاردوير كونفيجريشن اتش دبليو
ايه بقى الهارد وير كونفيجريشن دي؟ طب انا فتحتها وما ظهرتش هنا صح، المفروض تجيلي حاجات تحت ايه هتروح جاي عامل فين؟ شايف دي تك عليها دي ولا دي ولا دي؟ دايما انا عندي الشيكس 100 دي ولا ايه؟ ممكن يكون ما عنديش اكس 100 من المفروض. طيب عموما دي مش المفروض في اكس 100 ايه؟ في اكس 100 اللي يفنزل فيها البار سبلاي الباور سبلاي. طب انا ما مش بروجرامبل اصلا عشان العب فيه، هو الكارت موجود بيقول لك ان الكارت موجود بس مش بروجرامبل. يعني دي اكس 100 دي هتلاقيها اللي بحط عليها الباور سبلاي اكس 100 1 و2 هتلاقيها اللي بتغذيه بالسبلاي عشان ينور. لا اللي بتغذيه اكس 11 لا اكس 11 ده في الريك اكس 100 اكس 100 1 و2 ده الريف. الاجهزه الثانيه اللي هي الريك ومش عارف الريد هتلاقيها اكس 11 خلاص. فدي ما بقاش ليها اصلا سيتنج، ما بقاش ليها سيتنج اصلا ماشي. هو بس معرفك ان في كارت هنا ماشي. وبعدين اكس 110 كاتب لك جنبها ايه؟ باينري انبوت. دي انبوت ولا اوت؟ دي انبوت عشان هي كلها مكتوب انبوت انبوت انبوت. وبعدين اكس 120 ده انبوت برضو. اكس 130 انبوت بتاع ده ما فيهوش اوت بوت ولا ايه؟ بس اي او ده يعني اوت يعني اكس 110 ده اوت بوت والاثنين التانيين انبوت. سنعرف الكلام ده اكتر من الكونفجريشن بتاعته. يعني هنا عندك ده اكس 100 16 و 17 ده اوت برضه، في اكس 100 اوت هو موجود في صفحه كام؟ صفحه 34 اي اكس 100 ده اوت واكس 110 اوت. في اكس 110 انبوت، في اكس 120 انبوت، واكس 130 انبوت. فيها انبوت وفيها اوت. يعني كل كارت فيه الاثنين. البطارية عشان البطارية تفصل. ايه؟ البطارية هتفصل فعايز يقول لك تشينج. طيب دي يعني معلومة بالكروت ان انا عندي الكارت ده والكارت ده والكارت ده. تمام؟ لان الكروت اللي بتبقى موجودة في اي بي بي بيوضحها لك هنا موجودة خلاص اعرف ان هي دي اللي موجودة. مش مثلا ثابت لكل الريليز، لا ممكن يبقى في ريلي ريف بس ما فيهوش الكارت الاكس 130 ده. فانا متاكد ان الكروت دي موجوده دلوقتي. ابص في الورق بقى كونفجريشن واعرف انهي اوت وانهي من هنا. طيب وبعد كده من الكونفجريشن ده الحاجه الثانيه اللي انا عايز اعرفها انالوج انبوت. الانالوج انبوت اللي هي مكان التيارات اللي هنا دي هتلاقي عندك 1 2 3 4 هنا. بالنسبه للكرنت انالوج انبوت اول حاجه الكرنت، الكرنت سكندري واحد هنا على 400، حتى المفروض يكون السي تي ده اكيد على 400، هو متظبط على 400 هنا 400 600 هو واخد الريشيو 400 تمام. وبعدين الحاجات دي ديفولت، فانت بتظبط بس الايه برايمري وسكندري من هنا. طيب لو في عندك سي تي على نيوترال برضو بتحط قيمته هنا اللي هو 60 امبير فاكره اللي كنا اختبرناه، بس ده المفروض يعني هيتحط على الريلي الثاني اللي هو الريلي اللي تقبله قبل كده. طب البولاريتي ديت بعدين هنعكسها ولا هنعكسها اساسا؟ فين دي؟ ريفرس بولاريتي. لا دي ديفولت يعني عشان عايز تعكس البولاريتي بتاع اتجاه التيار من هنا بالسوفت وير ما حدش بيعملها. حدش بيتعكس هارد واير عشان ما يبقاش السوفت وير له لعب كتير. بس افترض انت ركبت مثلا محطه فيها 500 فيدر. لا خلاص بقى يبقى سوفت بقى. لو انا مستعجل. ان انا اقدر اغير اتجاه التيار بس بما ان هو هتشغله نون دايركشنال فمش هتفرق معاك. يبقى هنا ايه بحط قيمه الكرنت السي تي بتاعي وبحط قيمه لو في سي تي على الكابل هستخدمه في الريلي ده احطه هنا برضه لو في. وهنا الفولتج قيمته 33 كيلو سكندري 110 والحاجات دي ديفولت الا اذا جالي فاينل سيتنج فيها.
تمام ان الفي تي توصلته مش بالطريقه دي، ما تهمنيش قوي غير الاثنين اللي فوق دول. بعد كده لو في فولتج على السري في برضه بورتات للفولتج تانية، وده فولتج على النيوترال تمام. دي ده بورت للفولتج عشان السينكرو تشيك. هكتب لك عليه سري وباس في تي. اللي هنا اللي تحتها على طول الليدات، تحت الانالوج انبوت دي في الليدات البروجرامبل ليد. انا عايز اعمل الليد لاتش، يعني الليد يفضل لاتش يعني منور على طول، اول ما تجي اوفر كارنت يفضل منور على طول لغايه ما انا رست بايديا تمام. في حاجات تانية من اللاتش، في فولو اس وفولو اف، دي عايزه مانوال بقى انا مش فاكرها يعني. المهم انك انت تقدر تختار الخيار اللي هي عايزه في الليد، ان هو اول ما يغيب العطل، يعني ممكن تكون لاتش اس دي معناها ان اول ما يجي العطل يعمل لاتش. في لاتش اف مثلا ان اول ما العطل يمشي يمشي معاه، لاتش فولو مثلا او كده، شوفها من المانوال يعني. خلاص بعد كده انا خلاص طالما حطيت السي تي والفي تي هم دول اهم حاجه عندي، السي تي والفي تي تمام. وبالنسبه للاوفر كارنت السي تي بس حتى كفايه. دي كده القائمه الرئيسيه اللي هنا. القائمه الثانيه بيبقى عندي سيتنج وسيتنج جروب، او تقريبا دي سيتنج جروب اللي هي الاكتف معايا، سيتنج جروب 1 تمام. الريلي ده لو هيشتغل سينكرو تشيك من هنا، طبعا مش هيشتغل سينكرو تشيك، سينكرو تشيك اوتر كلوزر من كلمه كنترول دي تمام. طيب بعد كده كارنت بروتكشن، هو ده بقى السيتنج بتاع انا هشتغل كارنت بروتكشن، اخش في كنترول اقفل التانيين بقفلهم عادي، ممكن ما تقفلش حاجه انت بس عشان تصغر القوائم، لان القوائم كتير. فاجي عند الكارنت بروتكشن في الحاجات الكتيره دي، انا هشوف الحاجه اللي معموله اون واخد بالي منها بس. اوف اوف اون تمام. هات ورقه بقى كده اما نشوف. فالاول انا عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة فانكشن موجودين. خلاص أنا هعمل اكسبورت للفايل ده عشان لو حصل فيه مشكلة أقدر أرجعه تاني. كليك يمين هنا عليه واكسبورت، سهلة جدا. كليك يمين اكسبورت، بختار بيقول لي اسم الابتداء بتاع الفايل اسمه كذا، مفيش مشكلة. فباجي هنا عند ملف أنا عارفه، عارف مكانه، بارتيشن دي في الورك في خميس البحر في 33 في الكلام ده، واكتب اسمه ريف 615 وكان شغال اوفر كارنت مثلا. غير عليه؟ نعم. غير من الداتا؟ سيتنج بس. سيتنج بس. بس الصوت هنا خلاص؟ ده هو مصدق انا خلصت الريليت سنكرونيزي بدور وحسابك عليهم على طول. طيب بعد كده بقى هاجي على ال الريلي واعمل ايه؟ بارامتر سيتنج. في حركه انك انت لو عملت على الريلي ده كده وبعدين عملت ريد تقرا كل البارامتر تخلي الاي اي دي فاليو هنا. ايه الاي اي دي فاليو دي يا محمد؟ ديت اللي انت عندك ريد بقت على اللابتوب وريد اللي هيقرا لك. أيوة. على ليه لازم تبقى ماتش الاثنين يبقى زي بعض. لو انت شايف هنا كلمه بي سي وهنا اي اي دي، البي سي يعني هو الكمبيوتر بتاعك، الاي اي دي اللي هو الريلي بتاعك، الكمبيوتر يكون قدامك انا عارف البي سي فيه ايه والريلي عليه ايه. هو كده بيعمل ريد ل 3000 بارامتر، يعني لازم ان نوقف شويه، لازم نريح شويه. لما نيجي نختبر بنعمل ايليمنت واحد اون ونخلي كل الباقي اوف. فانا عندي كل الباقي دلوقتي اوف. هاجي عند العنصر اللي انا اختبرته اللي هو اون، باجي هنا ببص على ايه بقى؟ ببص على سيتنج جروب واحد. المجموعه دي المجموعه دي ما تبصش على حاجه فيها غير انك تعمل اون بس. طيب الجروب ده عايز يجملهم يعني. الجروب ده اخد الستارت فاليو، الستارت فاليو هنا عند كام؟ 8 او 60 هنا. يبقى اوفر كارنت ده الديفولت هيشتغل عند هنا عند كام؟ انا بيفكروا 68 اول ما ارفع عند 68 يروح عامل تريب.
طب هو له اتجاه بقى فورورد وريفرس وكلام ده لا نون دايركشنال دي يعني مش اتجاه بيشتغل في اي حته يعني الزاويه بتاعتي ما تهمنيش برفع طيار بس زي اي حاجه نون دايركشنال ولا فورورد هو الفاينل سيتنج ولو نور رايت دي الطياره لا ليه ايه اللي بيحدد الليد او اي حاجه انا اللي بحدد صح بس هو جاي لك نون دايركشن لا هو بيتكلم لو هو فورورد هو بيتكلم بس الزاويه مش ما لا البارامتر اللي فوق اللي انا قلت لك كنسلها دي بقى بتخش معايا في الموضوع خلينا نتكلم على ايه النون دايركشن دلوقتي ونبقى نشوف الدايركشن اللي بعد كده خلاص كان عالي مثلا طيب وبعد كده عندي ايه عندي التايم ملتيبلاير ده مش هبص له دلوقتي كل الدراسه ولا الستارت فاليو ديت عملها مرتين خلينا نبص على التايم بقى انا شفت قيمه الطيار عايز التايم بتاعه التايم هو نوعه ايه هل هو تايم زي بتاع الام سي بي ديفينيت ولا كيرفيت ولا ديفينيت كلمه دي اف دي اي اي سي ده ستاندر نوع من انواع الستاندر وديف يعني ديفينيت تايم ديفينيت تايم ايه ديفينيت تايم احنا مش عاوزين نفكر برضو التحكم فيها عن طريق الفاينل سيتنج ايوه انت بتجرب انت براحتك زي ما انت عايز فانس نيجي في الاخر هو اللي بيقول لك هو ايه ديفن التايم اقل حاجه فيه اصلا اللي هي المينيمم 40 ملي سكند فهو حاطط اقل حاجه الزمن بتاعه 40 ملي سكند خلاص يبقى انا عرفت للاسف احنا الكرنت والتايم تايم 40 ملي سكند هتلاقي في الحدود دي يعني لو التايم دوت وقت الكرنت ده بيتطبق له بعد 40 ملي سكند خلاص انا دلوقتي ايه يا عم ده جايب واحد مواد مش عارف ماشي هنا بقى لما بتعمل اوتوماتيك بتتك على اللي هي افتح دي اثنين اقول لك انا هنا تحط التايم بتاعك جيت سيستم تايم وبعدين الاوبريتور بعدين المديول ها تملى الحاجات دي ماشي وبعدين بروسيد هيعمل لك الفريج اوتوماتيك بعدين تحط السيتنج في الكونفيجريشن مش هيد سخن بارد لازم تعمل الهرتز هنا 60 زي السيتنج وبعدين تحط هنا السيتنج بتاعك السيتنج بتاعك كام 0.68 صح 40 ملي 40 ملي سكند مفيش تايم مفيش عايزين تايم دلوقتي احنا عايزين البيك اب والدروب اوف خلاص انا حطيت 0.68 صح وبعدين اعمل على الاي بيك اب الريشيو ديت ب 17% كده براحتك لو هي موجوده في المانوال بتحطها مش موجوده سيبها كده الانفرس فين فين دي بقى الانفرس كيرف لو انا عايز تقول الانفرس ده هنا هندسه الانفرس كيرف لا اختبر الكيرفات انا هختبر الكيرفات طبعا في لها علامه هنا هوريها لك دلوقتي في اثناء التايم انا بعمل بيك اب ده دلوقتي طيب بيك اب ماشي وده التريب بتاعي اللي هو التريب كونتنت خلاص بعدين اعمل اشاور على الاي بيك اب هيعمل لي هنا الاي بيك اب ويعمل لي الهيستريس بتاعتها اللي هي نسبه الخطا يحددها بنسبه الهيستريس دي يعني نسبه بعد البيك اب عن دروب اوف بعد عن بعض قد ايه انا عارف ان هو هيبتدي من 6 8 صح فباجي في الصفحه ديت واكتب هنا اي ستارت يستارت من كام مش عايز يبدا من بعيد قوي فخليه 6 هي 6 8 خليه 6 5 خلاص طيب ويعمل ستوب عند كام يعني يحاول واذا ما لقاش يقفل عند كام يقفل عند 8 8 من 10 طب يدور بنسبه كام انا عايزه يدور بنسبه ضئيله اللي هي بنسبه 0 مثلا 001 خلاص هيدور بالراحه كده على مهله خلاص يعني يرفع لي 1 ملي كل ثانيه خلاص بطيء قوي ما انا عايزه بطيء شويه وانت الحاجات اللي الفيس فولت ديت الحاجات اللي متعلم عليها ديت بتشيلها دي حسب الاختبار ليه انا عايز اختبر ايه بقى انا عايز اختبر كل الفازات بتعمل ايرث فولت ولا لا عشان المهندس محمد اما عملت واحده قال لك لا ما تختبر كل الفازات عشان دي مره ممكن يمشي فيها ايرث ودي ايرث ودي ايرث فتختبرهم كلهم فخلي تعمل ستارت بقى طبعا الكونتاكت ده خليه نصه احمر ونصه مش احمر عشان معرفش اللون التاني ده ايه تعمل ستارت عشان ايه؟ عشان ده الكونتاكت معناها كلوز وهيفتح اوبن وهي يعني وضع الكونتاكت ايا كان وضعه انت مش عارف وضعه يبتدي يرفع اهو يبتدي يرفع بيقول لك اي فولت 55 56 اللي هي الحته دي 57 58 59 المفروض ما يقفل يديني هنا انه يقفل
هي كام؟ 68 4 65 66 بيرفع معايا بعدت انت. لا هو 68 في السيتنج بتاعه. انا عملت من البدايه صح لسه بيجي 68 معلش. هو عمل فعلا عند 79 شوف دقيق ازاي ويفضل قافل اهو احمر يعني قافل الحته الحمراء دي يعني قافل يفضل قافل لغايه ما يعمل دروب اوف. طبعا هو يعمل دروب اوف بعيد خالص. خلينا نزيد عشان ما جبناش الحد ده كله. ايه ده هو كده؟ طيب عملت بيك اب تمام ستارت عملك البيك اب زي كده وبعدين بتعمل التايم زي كده بالظبط. دي المفروض تعمل دي كبيره عشان ايه دي كثافه ال ال يعني المفروض لو عملنا نيو كده هيختبر لك كثافه اعلى. فانت تحاول تقلل الكثافه بقى مش مشكله مش اقل حاجه واحد روح اكتر من خلي ايه خلي الكثافه حاجه اقل حاجه ليه يا عم؟ بالعكس حاجات وقعت منه في النص هي تكون ليه ما احنا عملنا قلنا بيك اب ودروب اوف تاني مفيش غير البيك اب ودروب اوف كده. هو عمل الفيزا ار ومظبوطه بيفصل اهو تمام. النتيجه بتظهر عندي هنا سريعه 44 43 42 44 ده هو السيتنج بتاع تايم عندي ديفينت تايم 40 مللي سكند. خلاص احنا كده يعتبر الاختبار ده خلص لو عملنا من واس كده خلاص. خلي ده هنا ونشوف القيمه اللي هي ديفينت تايم اهي 40 مللي سكند هي اللي كانت بتطلع معايا في الريبورت. حابب تطبع الريبورت دوت هو موجود تقدر تطبعه من البرنتر من هنا. طيب لو نعمله برنت بريفيو كده ونشوف هو شكله ايه. هو ده الريبورت اللي ظهر عندي قيم التريب هي ما زادتش حاجه فيها غير عند 40 مللي عند اي قيمه للكارت. طيب احنا عايزين بقى نختبر افترض ان انا عندي الموضوع مش ديفنت لو هو كرفات ما خدتش امبير الفتره دي حين لك لحد 15 امبير قللت دي ايوه صح خليها 2 كان خلص الموضوع. انا عايز يعمل ستوب عند كذا صح. هو كان بقى كل كرنت بيزيد بيختبر يعني الكثافه بالنسبه للماكسيمم كرنت يعني لو انا حاطط 15 ديت واحد كان يختبر نقطه واحده بس لا واحد امبير هيختبرك عند 1 امبير يعني انت لو خلي ستارت مثلا عند 1.5 وستوب 2 ستوب 2 صح كده بس كده اختبرك نقطتين بس. طيب ثواني كده اختبرها كده عند ما بحط الستوب كرنت خلص ثلاث حلقات تمام. طب لو الموضوع مش ديفنت لو الموضوع مثلا ستاندر تاني انا عندي الستاندر في الجهاز ده مديني ستاندر قليل خالص ستريم انفرس ونورمال انفرس وديفنت. طيب عندي انسي وانسي نورمال انفرس وديفنت تايم وعندي الاي اي سي ديفنت تايم بس او بروجرام قلنا استنتينيوس اختبرت 40 مللي دي اطول من استنتينيوس هو ده الانستنتينيوس ديفينت تايم. طيب نعمله عند نورمال انفرس ونشوف نعمل نورمال انفرس شوف بس القيم بتاعتها هتطلع كام. الانستنتينيوس والديفينت بالنسبه للنظر احنا واخدينه كام؟ الانستنتينيوس زيرو ديفينت تايم ديفينت على حسب بقى الزمن بيظبط الكيرف على كام؟ مفيش كيرف ما الديف يعني بيبقى عامل كده عامل زي شكل هو كده سيبك من اللي ينزل فوق ده ده ديفنت تايم الانستنتينيوس زيرو ديفنت تايم بزمن لو زمن اقل من مثلا 100 مللي هيفضل هو برضه الانستنتينيوس. طيب انا غيرتها هنا لما اجي لما اغير التايم اوبريتنج كيرف تايم لما اغيره للكيرف اي نوع تاني من غير الديفنت تايم ببص دايما على المالتي بلاير بقى وهنا المالتي بلاير بكام؟ بنص لان ده بيخش عندي في الموضوع. طيب فين بقى المعادله اللي هتعامل معاها الموضوع ده؟ المالتيبلاير ده بيعبر عن ماشي ايه في المعادله؟ معادله الانفرس كيرف عشان تيجي المعادله عشان يجيب التايم الكي دي ان فاكتور تمام؟ الفاكتور دوت مع الكرنت بتاعي بيجيب لك التايم اللي هيشتغل عنده كده. دي معادله هتلاقيها موجوده في المانو كل كي فاكتور دوت بيجيب لك الكيرف اللي انت هتشتغل عليه لو في انفرس كذا واحد
طيب انا غيرت كده خليه في ال... شوف المره دي فصل عند كام؟ زود شويه بقى بتاع عايز انت ده شغل المهندس محمد كمال الاكسل ده هو اداني عند واحد تاني زياده ولا انت جايب الشمال مش شمال يمين كده فيش اخره كان في واحد تاني عادي ممكن يكون في واحد تاني لا ده في اليمين خالص لا شمال خالص ادخل شمال كده اخر حاجه لا يبقى رفعت تشيل انت جايب واحد قديم ممكن يكون ده قديم ما انت ما عندكش هنا الانفرس كيرف لا عندك الانسي التالي كان في انسي كيرف